أولى رسائلي هذه الحلقة من المستمع حاء عين نون من اليمن محافظة إب، بعث ضمنها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم من يصلي ويحافظ على السنن والنوافل ويعد من الملتزمين إلا أنه يعمل في بيع شيء مكروه كالسجائر ونحوها بحجة عدم وجود عمل آخر، فهل هو آثم؟ وهل الأموال التي يكسبها حرام أو هو معذور للضرورة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن المسلم قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، فلا يجوز لهذا السائل وفقه الله أن يستمر على بيع الدخان، لأن الدخان محرم لما فيه من الأضرار البالغة ولما فيه من الخبث والآثار السيئة التي لا يجحدها إلا مكابر، فهو محرم، وإذا كان محرما فإن ثمنه حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا كان حراما فإنه لا يجوز للإنسان أن يشتريه وأن يبيعه وأن يتعامل به أو أن يكون واسطة في بيعه، أي دلالا أو سمسارا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فعلى هذا الأخ أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك هذا العمل إلى عمل مباح لا إثم فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعليه أن يتوكل على الله وأن يحسن الظن بالله وأن يطلب الرزق من الوجوه المباحة. نعم.